حالما تبص على زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لتركيا هتجد انك امام زيارة مختلفة، زيارة مهمة لكن زيارة في نفس الوقت مختلفة، لانه انت امام علاقة سودانية تركية بينتابها الغموض الشديد من ايام عمر البشير. العلاقة كانت ممتازة ايام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بسبب التوافق الايديولوجي بين اردوغان وحزبه اللي بدأ يسيطر على الحكم في سنة 2002 وعمر البشير اللي سيطر على الحكم سنة 89. طبيعي جدا الاثنين محسوبين على التيارات المؤيدة لجماعة الإخوان، التيارات اللي بتعارض القوميات أو بعض القوميات العربية في عدد من الدول، وبالتالي العلاقة كانت ممتازة وفوق الممتازة، بدليل أنه عمر البشير أعطى حق إدارة جزيرة سواكن السودانية لتركيا. يعني الراجل ده باع قطعة من أرضه واداها لدولة تانية مقابل عدة تنازلات، أو يعني حصل على عدد من الامتيازات. كان في شروط طبعا للتوقيع على الاتفاق، بس ما تعرفش حق الإدارة ده هيكون مدته قد إيه، كام سنة، ولكن كان في تفاصيل مهمة هنذكرها لحضراتكم. أما بخصوص زيارة عبد الفتاح البرهان لتركيا خلال الأيام الماضية، كانت زيارة مهمة لكن في ملفات يعني لا زال ينتابها الغموض في هذه الزيارة، ملفات لم يتطرق إليها أحد، خاصة جزيرة سواكن السودانية. هل استعادت السودان جزيرة سواكن من تركيا أم لا زالت الجزيرة تحت الإدارة التركية؟ وهل قدمت السودان تنازلات لتركيا مقابل أن تحصل على امتيازات أخرى؟ بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء، وشكرا جدا على متابعه القناه. في شهر 12/2017 زياره قام بها الرئيس التركي للسودان، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بيزور السودان ويتم التوقيع على اتفاق يعطي لتركيا حق اداره جزيره سواكن السودانيه التي تقع على البحر الاحمر. خد بالك انا بتكلم على جزيره مساحتها 20 كيلومتر وبتبعد حوالي 560 كيلومتر شرق العاصمه الخرطوم، وبتقع شمال ميناء بورت السودان حوالي 60 كيلومتر، وهي كانت بتحل او كانت في وقت ما هي الميناء الرئيسي على البحر الاحمر في السودان، وكانت هي المسار الرئيسي لنقل الحجاج الى السعوديه لانها الاقرب الى ميناء جده السعودي، وهي الميناء الاكثر شمالا في السودان. انتقلت السلطه او انتقلت الحركه عبر الموانئ الى ميناء بورت السودان لانه كان بيستوعب السفن الاكبر حجما، فتم اعطاء جزيره سواكن لتركيا، حتى ان رئيس تركي خرج وقتها وفقا لموقع سبوتنيك قال بنفسه ان احنا طلبنا ان احنا نشغل جزيره سواكن السودانيه، والسودان اعطتنا الجزيره لاعادتها لسابق عهدها، زي ما قال كده ان الرئيس السوداني وافق على ذلك. عشان كده في هيئه تركيه مسؤوله عن تطوير الجزيره وفقا لموقع بي بي سي اسمها الوكاله التركيه للتعاون والتنسيق، بتدير الجزيره ومسؤوله عن ترميم عدد من المواقع الاثريه السودانيه. هنا اعتبر بعض المحللين السودانيين تديت جزيره كافح عليها السودانيين وكانت رمز لمقاومه الغزو والاستعمار العثماني للسودان وقتها، وطبعا كانت الجزيره دي في وقت ما كانت بتدار منها احد مراكز قياده الحكم العثماني للبحر الاحمر تحديدا من سنه 1821 لسنه 1855، وايضا كانت الجزيره لها محطات ودارت بها معارك، وكانت على خط ان الهجره من مصر لافريقيا، هجره حتى او انتقال المصريين زي ما راحوا في رحلات بلاد بونت زمان ايام الفراعنه عبروا جزيره سواكن، وايضا خطوط عديده للهجره، هروب بعض حكام العباسيين كان للجزيره، وبالتالي الجزيره بتحمل موقع مهم جدا وبتتوسط البحر الاحمر. فمعنى اعطاء السودان للجزيره لتركيا هنا انت تنازلت عن جزء، وعارف جدا انه الجزء ده مهم وحيوي. خد بالك انه اتفاق تسليم جزيره سواكن لتركيا كان معاه عدد من الاتفاقات الاخرى، منها الاتفاق اللي النهارده السودان بتمنح به تركيا حوالي 100,000 هكتار من الاراضي الزراعيه حق التشغيل او حق الاداره، بتمنحها السودان لتركيا 9 أو حوالي 100,000 هكتار. يعني هتجد ان موقع يقول لك 100,000 هكتار يعني حوالي مليون فدان، وموقع تاني يقول لك ده بيتخطى العدد ده، وموقع تاني ممكن يقول لك انه حوالي ربع مليون فدان. المهم انه 100,000 هكتار ده رقم كبير جدا تعطيه السودان للإدارة التركية لزمن حوالي 99 سنة بحسب موقع الأهرام المصري. تتكلم على رقم مش قليل، الرقم ده تحديدا كان ممكن دولة عربية أخرى إنها تستثمر في السودان برقم زي ده، 9 أو 100,000 هكتار، مش رقم قليل على الإطلاق. عشان كده لازم أقول لك إنه حاليا في طبيعة من الغموض بتنتاب العلاقة السودانية التركية، بدليل إنه حاليا حجم التبادل التجاري بين البلدين بيصل حوالي 480 مليون دولار في سنة 2020، وحتى حجم الاستثمارات التركية في السودان حوالي 314 مليون دولار،
وحجم الاستثمارات ده بتتكلم على انه تم اول عن اخر كده اقامة 90 مشروع في السودان على يد شركات تركية، اتعمل منهم في اخر سنتين حوالي 20 مشروع من ضمن ال 90 مشروع. كان بيطمح عمر البشير مع اردوغان وقت العلاقة القوية والصداقة، حضراتكم عارفين طيار واحد واتجاه واحد، داعم ومؤيد للاخوان او في نفس الطيار وفي نفس الاتجاه. فكانوا بيطمحوا في الزيارة بتاع 2017، خرج التصريحات في الزيارة دي قالوا فان احنا بنطمح انه التبادل التجاري يصل بين البلدين لحوالي 10 مليون دولار. النهارده خلال الزياره دي بيخرج مسؤول سوداني بيقول ان احنا بنطمح لانه التبادل التجاري يصل بين البلدين في خلال 5 سنين لحوالي 2 مليار دولار. يعني الطموح كان وقتها 10 مليار دولار، النهارده بينزل 2 مليار دولار، وده معناه انه العلاقه اصابها نوع من الجفاء خلال اخر سنتين بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير اللي كان محسوب على تركيا وكان له علاقه قويه بتركيا. ومفيش اكثر دليل من انك تدي جزيرة سودانية للاتراك انهم يسيطروا عليها ويديروها ويتحكموا فيها لقصد سياسي او لدون قصد، حتى انه كان من ضمن البنود ايضا هو تطوير ميناء الخرطوم وعدد الاتفاقيات، حتى ان السودان حصلت على يعني بما يقابل الهدية من تركيا انه تعطى تأشيرات الكترونية للسودانيين حق الدخول مقابل 30 يوم، وتتنازل السودان عن انه يدخل الاتراك بمقابل تأشيرة، يعني يدخله بدون اي نوع من التأشيرة للاراضي السودانية. كان نوع من اتفاق شامل، كان فيه عدد كبير جدا من البنود اللي فيها امتيازات اعطتها تركيا للسودان، وتنازلات ايضا باعتبارها السودان تنازلت بها للجانب التركي مقابل انه الاتراك اصبح لهم عمق اكبر وتوغل اكبر داخل الملف السوداني. النهاردة بتجد ان السودان بتعطي لتركيا 100,000 فد او 100,000 هكتار، ده رقم بيقول لك انه انت امام نوع من التنازل السوداني حصلت عليه تركيا مقابل شيء معين. خد بالك بقى، لازم ندخل في الجد ونتكلم على تفاصيل في غاية الاهمية. السودان او الحكم في السودان هو عبارة عن مجلس سيادة سوداني، مجلس السيادة فيه مدني وفيه عسكري. المشكلة بقى انه مجلس السيادة ده فيه رئيس اسمه عبد الفتاح البرهان، وفي احد النواب او نائب لمجلس السيادة اسمه محمد حمدان دجلو او بيقول عليه هناك حمدتي. الراجل ده كان اصلا موجود في تركيا في شهر مايو الماضي، الراجل ده محسوب على النظام السوداني السابق والرئيس عمر البشير. لما راح دجلو لتركيا حصل نوع من العلاقة بين الجانبين، حوار حديث. فبحسب موقع ذا ويكلي او ذا ارب ويكلي بيقول انه يخشى رئيس مجلس السياده السوداني ان يكون تم نوع من توطيد العلاقه بين داجلو والاتراك، وحصل داجلو على ضمانات من الجانب التركي ترسخ وتثبت اقدامه وتدعمه كمركز قوه في الحكومه السودانيه. عشان كده راح الرئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان لتركيا ليبعد هذه الشبهه ويكون اكثر سيطره على جانب العلاقات الخارجيه مع الاتراك. خد بالك برضو ان الزياره الحاليه زياره مهمه، بدليل انه تشوف في الزيارة دي موجود وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ومدير المخابرات السودانية جمال عبد المجيد، وكمان موجود وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، موجود وزير الاستثمار السوداني، موجود عدد كبير آخر من الوزراء، وزراء سودانيين معنيين بتوقيع اتفاقات. تم التوقيع على عدد حوالي 6 اتفاقات أهمها في الجانب الزراعي، عشان كده كان موجود وزير الزراعة السوداني، وده الخاص بموضوع توقيع الاتفاق على 100,000 هكتار أراضي زراعية للسودان. وخلينا اعبر كمصري عن عدم رضاي عن التوقيع على هذا الاتفاق، واقول لنفسي او اقول لحضراتكم زي ما احنا بنشيد احيانا بدور الدوله المصريه، لازم اقول انه كان الاولى انه ال 100,000 هكتار اللي موقع عليهم تركيا مع السودان تكون ال 100,000 هكتار للدوله المصريه. احنا بنعمل استثمارات وبنعمل شغل في الصحاري المصريه، وبنعمل شغل وبنحاول ان احنا نعيد تكرير المياه ونعيد استخدام المياه ومعالجتها اكثر من 3 مرات، إعادة استخدام مياه عشان تقدر تزرع مساحات من الأراضي الزراعية تلبي بها احتياجات سكان في مصر. لماذا لم تكن مصر مكان أو محل السودان في هذا الاتفاق؟ احنا كنا لطالما دائما، حتى بيعبر عن ده أحد الكتاب المصريين في مجلة الأهرام، بيقول إن احنا الحبر اللي اتكتب به الأوراق عن مدى العلاقة المصرية السودانية ومدى التطلع لاستثمار مصري في السودان في جانب الزراعة، الحبر ده يعني كان خسارة في اللي اتكتب فيه لأنه لم ينفذ منه شيء واقعا، وحتى مقارنة باللي اتعمل مع الجانب التركي. الأولى بأنه كان يوقع اتفاق مع السودان في هذا المجال هي الدولة المصرية، ده اللي معروف وواضح بالنسبة لي. أما إذا كان هناك غموض أو إذا كان هناك معلومات لا نعرفها كمواطنين أو كمشاهدين أو كمتابعين عن عوائق تمنع أنه مصر تكون مستثمر كبير في المجال الزراعي في السودان، فربما هذه الموانع تفصح لاحقا او لا تفصح وتفضل unknown unknowns، اشياء لا يعرفها احد. فخد بالك انه طبيعي جدا انك كمواطن مصري بتقلق من وجود تركي في الجنوب، خاصة انه تركيا ابدا لا تضمر الخير للجانب او للدولة المصرية. عشان كده لازم نوضح تفاصيل
هذه الزياره، بقول لك الزياره دي فيها عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، لدرجه انه رئيس مجلس السياده في السودان عبد الفتاح البرهان قبل ما يختم زيارته، طبعا هو طول الزياره كان مرافقه نائب الرئيس التركي كان اسمه فؤاد اكتاي، الراجل ده ملاصق لعبد الفتاح البرهان طوال الزياره، وراح معاه مكان بيتم فيه صناعات عسكريه تركيه، هو يعتبر كده رئاسه مركز التصنيع او الصناعات الدفاعيه التركيه، اللي طلب من خلال زيارته عبد الفتاح البرهان وكان معاه رئيس المخابرات او مدير المخابرات السوداني وكان معاه وزير الدفاع السوداني، خلال زيارتهم المكان ده طلبوا دعم تركي للسودان في مجال تعزيز الصناعات العسكريه ودعم تركيا للسودان في هذا المجال تحديدا. فطبعا الزياره شملت يعني اماكن كتير، التقى عبد الفتاح البرهان بمستثمرين اتراك لبحث سبل الاستثمار في السودان. بيقول عدد من الخبراء والمواقع انه الزياره فقط لا تبحث عن جانب استثماري فقط، السودان يريد تامين نفسه من النواحي الامنيه والنواحي العسكريه، يعني الموضوع مش فقط متعلق باستثمار واقتصاد ومكاسب هتحصل عليها تركيا، لا السودان ايضا عايزه تحصل على شيء من المكسب، زي بقول لك هنا زياره حميدتي لتركيا في مارس الماضي او في مايو الماضي، بتكلم كمان هنا على انه السودان نفسها عندها عدد من الهاربين زي ما مصر عندها عدد من الهاربين لتركيا محسوبين على جماعه الاخوان، نفس الوضع بالنسبه للسودان، عدد من الهاربين السودانيين محسوبين على نظام البشير توجهوا الى تركيا، بقول لك هم كلهم نفس الايديولوجي او الايديولوجيه. السودان عندها تطلع ان الناس دي يتم تسليمها، لم تطرح اي معلومات حول امكانيه تسليم هؤلاء الاشخاص للسودان من قبل الجانب التركي، وايضا لم تطرح اي معلومات في الزياره حول امكانيه استعاده السودان لإدارة جزيرة سواكن، ولكن تحدث مسؤول سوداني السنة اللي فاتت عسكري وقال انه سيعاد النظر في كل الاتفاقيات اللي تمت بين النظام السابق والدول الاخرى، خاصة فيما يتعلق بجميع الحقوق الاستراتيجية للدولة في السودان، وتحديدا طبعا حضراتكم عارفين بنقصد هنا جزيرة سواكن السودانية. فهنا هتجد ان وجود تركيا في جزيرة سواكن واضح انه يقول لك احنا بنرمم، احنا بنعمر، احنا بنعيد الجزيره اللي سبق عهدها، تطوير مسجد زي المسجد الشافعي ومناطق الحنبليه او المسجد الحنبلي وعدد من المناطق الاثريه المرتبطه بالوجود العثماني التركي في جزيره سواكن، لانه هناك مناطق اصبحت يعني اثريه ولكن تعرضت لنوع من تدهور بسبب عدم الاهتمام والرعايه بها، ده الواضح. فهم بيقولوا احنا رايحين نعمر ورايحين نطور الجزيره، لكن الغرض الدفين ما تعرفوش، تركيا بتبحث عن موطئ قدم في جزيرة سواكن، ربما الزيارة دي بتمنع بها تركيا ان السودان تتنازل لها او تترك جزيرة سواكن، او انها تركيا تمنع اساسا انه السودان ترفض اعطاء تركيا جزيرة سواكن السودانية. هننتظر ونشوف خلال الايام المقبلة طبيعة العلاقة بين الجانبين، هل سيصل حجم التبادل التجاري ل 2 مليار دولار زي ما الدولتين او زي ما بتقال من تصريحات بين الجانبين، أم أنه العلاقة سترجع للفتور السابق بعد ترك البشير أو بعد عزل البشير من الحكم. احنا بنتمنى نكون وضحنا لحضراتكم معلومات بخصوص هذا الأمر، ودايما خليك عارف أن الموضوع فقط مش متعلق بجانب واحد، جوانب مختلفة، مناطق يعني استثمارية مختلفة، حتى جانب التعدين نفسه فيه جزء مهم جدا، والسودان وما يتعلق بالتعدين وما يتعلق أيضا بالتنقيب عن الذهب، كل دي مواضع الاستثمار والبحث المشترك في العلاقة بين الجانبين. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.